شاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع النهارده في لقاء جديد من وحده قسطره القلب بمستشفى عشمون العام، اللي حققت خلال الفتره الاخيره طفره كبيره قوي في عمليات القلب وقسطره القلب. وصل قسم قسطره القلب بمستشفى عشمون العام لرقم واحد على مستوى الجمهوريه. معانا الدكتور عبد الرحمن رئيس قسم قسطره القلب. اتفضل يا دكتور، نتعرف بحضرتك وقول لنا القسم اللي بيقدمه واللي مأمول ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. استشاري القلب معهد القلب القومي ورئيس قسم القسطره بمستشفى عشمون. احنا الواحد عندنا هنا فتح من حوالي 3 سنين. الحمد لله قدرنا ان احنا في تقدم دائم، يعني وصلنا ان احنا دلوقتي بنعمل كل حالات الطوارئ بتاعه المحافظه. معدل شغلنا حوالي من 12 ل 15 حاله في اليوم. كل حالات الجلطات الحاده القلب بنستقبلها مستوى المحافظه، بنستقبلها من خلال الشبكه، على شبكه مع المديريه والاسعاف والرعايه العاجله. قدرنا نقدم خدمة الرعاية العاجلة والإسعاف الأولي لكل المرضى بتوع المحافظة. الحمد لله المعدلات بتاعتنا عالية جدا، قدرنا في فترة صغيرة جدا إن احنا نقدم خدمة لجميع المرضى عندنا في محافظة المنوفية، بل وحتى حدينا خطوط المحافظة كمان بره المحافظة. احنا المعدل اليومي اللي حضرتك بتقول عليه من على مدار 3 سنين أكيد زاد في الفترة الأخيرة. متوقع يبقى قد إيه؟ والإمكانيات اللي حضرتك محتاجها ممكن تكون قد إيه؟ احنا دلوقتي وصلنا لحاجة إن احنا بقول لحضرتك بنعمل حوالي 12 ل 15 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية في اليوم. معظمها حالات طوارئ جايه من مختلف مستشفيات المحافظه عن طريق التنسيق مع مديريه الشؤون الصحيه بالمنوفيه ومع المستشفيات المختلفه ومع الاسعاف المديريه، ان احنا دلوقتي بنستوعب كل حالات الجلطات الحاده في القلب، بنجيبها في وقتها على طول، بنعمل لها دعامه الحياه والتدخل السريع. وده طبعا القى علينا حمل ان احنا دلوقتي بقى بنشتغل الطوارئ تقريبا بتاعت المحافظه كلها وبشكل يومي وبدون اي اجازات. فده محتاج ان احنا دايما لازم نكون جاهزين ومستعدين، محتاجين دايما نحاول الموضوع ده من خلال الاطباء، الفريق الطبي القوي اللي شغال مع حضرتك. اعتقد ان مع حضرتك مجموعه من الاطباء المتميزين اللي قدروا ان هم في فتره وجيزه قوي ان هم يسيطروا في اشمون، وخاصه في قسم قسطره القلب هنا في اشمون. الدكتور اتفضل معنا. دكتور احمد عفيفي رئيس قسم القلب هنا في اشمون، والدكتور عبد الرحمن رئيس قسم القسطره معانا. تمام. طبعا احنا بنساعد الدكتور عبد الرحمن من اول ما بدانا هنا من 3 سنين، كنا طبعا الحمد لله مستوانا بدا يتطور معاه بتعليمه طبعا بتوجيهاته مع القسم الاستشاريين الموجودين هنا، كلهم بيدعمونا. احنا ابناء المستشفى، انا والدكتور احمد جلال شخبه، الدكتور احمد سمير من بدايه، والدكتور محمود كان برضه معانا في المجموعه. العام انضم لينا معانا المهندس ابراهيم، يعتبر مجلس الامنه هنا في المستشفى. ولنا دور مجلس الامنه وازاي تقدر تنهض بقسم قسطره القلب، خصوصا ان هو تردد بشكل كبير ان قسم قسطره القلب بقى رقم واحد على مستوى الجمهوريه. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمود، وسعيد جدا بلقائك، وانا اتفاجئت بانك انت موجود هنا مفاجاه جميله يا حلوه جدا. النقطه الثانيه، احنا في حضره البوفيسيه، الحاجه الجميله اللي هي الجميله اللي جت لاشمون، الدكتور عبد الرحمن اللي طلع بالقسم ده الطلعه دي. اول الحمد لله بفضل الله ونعمته احنا بناخد دعم قوي جدا 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 من سياده المحافظ، ومتابع الحالات هنا ومتابع كل حاجه هنا. سياده وكيل الوزاره والساده النواب بتوعه مدين ايديهم معانا كويس جدا، لان قسم القسطره ده بفضل الله سبحانه وتعالى وسياده الدكتور والمساعدين بتوعه النهارده واخد الاول على مستوى مصر في القضاء على قوائم الانتظار بقاله 6 شهور، حاجه كويسه جدا وانجاز جميل لاشمون والمستشفى اشمون وللصحه في اشمون وفي المنوفيه بالكامل. بنشكر بيه سياده وكيل الوزاره والسيد المحافظ طبعا. رسالتك يا باشمهندس اللي بتقدمها للمجتمع المدني تقول له ايه؟ بقول لهم بما ان انت اكتر واحد محتك بالجزئيه دي. المستشفى بتاع اشمون دي تلت المحافظه، تقريبا 28.5% من سكان المحافظه، ما يقال ان 1,800,000 نسمه بتخدمهم مستشفى اشمون العام. فوق ده احنا عندنا الجيزه بيننا وبينها بالظبط حوالي ربع ساعه، بدل ما ينزلوا امبابه ابو غالب والبلاد دي ويكشفوا هناك، معظم كشوفاتهم وشغلهم هنا في مستشفى اشمون، خاصه ان الخدمه بتاع الصحه الصحيه حلوت جدا جدا في اشمون، ان كان مستشفى عام بكل مشتملاتها، مش هنتكلم على الصحه بقى لوحدها، ان كان مستشفى حميات، ان كان مستشفى عيون، خدمه. النقطه الثانيه، عندنا حدودنا مع القليوبيه من الناحيه الثانيه من ساقيه ابو شعر، بيعدوا المعديه بتوع العماره والمنطقه اللي هناك ده، بقوا بييجوا هنا، كل ما بياخدوا خدمه مستحسنه كل ما الضغط بيزيد هنا. تخيل ان القسطره دي اول ما فتحت من حوالي 3 سنين أو 4 سنين كان بيجي حاله في الاسبوع او حالتين، دلوقتي يوميا مجهود فوق الخيال، مفيش حاله ولا حالتين، دي خلاص الكلام ده اتنسى. يوميا وطول الاسبوع، مش يوم واحد، كان يوم بقى يومين بقى ثلاثه، تعدي لحد بقى 6.
من 10 ل 20 حاله يوميا. في يوم اتعمل فيه 23 حاله هنا في مستعد 25 و25 شغل قوي جدا جدا. والمجموعه دي مجموعه مقاتله بامان. مجموعه القسطره دي مجموعه بص يتعمل لهم تمثال. احنا كلنا بنقول لهم احنا انتوا في عينينا وتحت امرنا. بقول لا في شغل, في تطور, في مدين ايدينا معاهم وهم شايلين حمل ثقيل ما يشيلوش الا ابطال كلهم بامانه, كل اللي في القسطره.